نقدم لكم ريورد كالكوليتر، وهي أداة مناسبة تتيح لك حساب حجم المكافآت المحتملة في المنتج الرئيسي من ألتيما وهو ديفيو اعتمادا على حجم ميزانيتك. وللحصول على المكافآت المنتظمة مع ديفيو أنت بحاجة إلى ترخيص وأخذ سبليت، وستساعدك ريورد كالكوليتر في اختيارهما المناسب. يمكنك استخدام الآن الحاسب بنفسك أو إرسال الرابط الخاص بها إلى صديقك الذي لم يصبح بعد مستخدما لديفيو لتوضيح إمكانيات المنتج. في دليل إرشاد هذا سنخبرك بكيفية استخدام ريورد كالكوليتر. الآلة الحاسبة متاحة على موقع ألتيما بزنس في قسم برومو ماتيريالز. لتتمكن من مشاركة رابط الآلة الحاسبة مع الآخرين عليك تحديد المربع الذي يحتوي على نص I allow sharing my contact information. بعد ذلك يمكنك نسخ هذا الرابط للآلة الحاسبة وتشييرها مع الجميع. إذن فلنبدأ الآن. الآلة الحاسبة تساعدك على إجراء حسابات مجمع VIP ومجمع المجتمع. يمكنك اختيار المجمع المناسب في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. لنكتشف الآلة الحاسبة لمجمع المجتمع. ملاحظة، هناك طريقتين للحساب على الآلة الحاسبة. أولها اختر ميزانيتك المقترحة وتقترح عليك الآلة الحاسبة أفضل الخيارات للترخيص وعقود سبليت بناء على ميزانيتك، وستحسب مقدار المكافآت المحتملة لك. الطريقة الثانية، نحدد خيارات مختلفة للترخص والعقود ونحصل بعدها على حساب المكافآت والميزانية لاستلامها. أولا نتبع المسار الأول ونشير في عمود يور بادجت إلى حجم الميزانية باليورو. يرجى ملاحظة أنه إذا كان هناك أي عرض ترويجي قيد التنفيذ فستنجل الآلة الحاسبة الحساب مع الأخذ في الاعتبار هذا العرض الترويجي. تقوم الآلة الحاسبة بحساب البيانات الفورية التالية: الترخيص المناسبة license والحد limit وعدد التراخيص amount. limit الترخيص يحدد أقصى حد للتوكنات يونيتي سبليت المتاحة بموجب الترخيص. كلما زادت تكلفة الترخيص ارتفع limit أو الحد. كما ترى هذه ليست معقدة وسهلة جدا لك. إذن لننتقل إلى بعدها. نعقد سبليت مناسب contract package وعدد العقود المتاحة amount. التكلفة الإجمالية لسبليت واحد 1 unit split price، وكذلك المبلغ الإجمالي باليورو الذي تحتاجه للبدء مع DFU total. الآن نصعبها قليلا لك. الآن أدناه في المربع الأخضر سترى المكافآت المتوقعة لليوم والشهر والسنة daily, monthly, yearly لفترة الهالفينج الحالية في ألتيما وما يعادلها في USDT. افتراضيا تحتسب القيمة باستخدام سعر ألتيما الحالي، ولكن يمكنك أيضا إجراء حسابات إضافية عن طريق تغيير سعر التوكن في عمود End Rate. القيم الحالية للهالفينج: عدد التوكنات التي تدخل السوق يوميا Daily Amount، عدد الأيام المتبقية حتى الهالفينج القادم Days Before Halving، وكذلك حجم المكافآت اليومية بعد حلول الهالفينج القادم Next Daily Amount. كما ترى ليس صعبا وكل شيء سهل. مؤشرات الشبكة الحالية: عدد يونت سبليت في الشبكة يونت سبليت سبلاي، مكافأة سبليت ريورد بير يونت سبليت، سعر الألتيما ألتيما برايس، وهنا يمكنك أيضا تحديد سعر ألتيما للحساب إند ريت. كل هذه القيم تتكرر جميعها على شاشة الهاتف الذكي على يمينها. كما ترى كل شيء بسيط للغاية الآن عندنا. شرحنا لك الآن كيفية عمل الآلة الحاسبة إذا حددت ميزانيتك مسبقا. إذا كنت تريد حساب الفرص التي ستتاح لك باستخدام التراخيص المختلفة فحدد خيارات التراخيص في عمود License وستقدم لك الآلة الحاسبة الحساب بناء على الترخيص المحدد. يمكنك أيضا تحديد نوع العقد الذي ترغب في إبرامه، وستقوم الآلة الحاسبة بحساب ميزانيتك وعرض الترخيص الأمثل لك. في عمود Your Budget ستعرض الميزانية المطلوبة لشراء المنتجات. يرجى ملاحظة أنه إذا قمت بزيادة عدد العقود فسيتغير نوع الترخيص لديك. أيضا يمكنك اختيار الترخيص في الجزء الأسفل من الشاشة Licenses. بعد تحديد الترخيص والعقد سترى في العقود أدناه حساب المكافأة وكذلك المؤشرات الحالية للشبكة. مبدأ عمل الآلة الحاسبة لحساب المكافأة في مجمع VIP مشابه تماما للعملية الموضحة أعلاه.
في الجزء الأسفل من الشاشة للآلة الحاسبة هناك معلوماتك للاتصال خاصتك، وكذلك رابط التسجيل باستخدام رابط الإحالة خاصتك. حسناً، تعرفنا معاً على Reward Calculator. إذا كان لديك أي أسئلة يمكنك التوجه دائماً إلى فريق الدعم لدينا، ونحن نثق تماماً أن الآلة الحاسبة ستصبح أداة مفيدة لك في عملك. نتمنى لك النجاح وتحقيق أرباح عالية. نراك فيما بعد. شكراً لاهتمامك.